لسه لمسة إبداع متواصل من خلال دفقة شروق الحي. معنا الآن وليد عبد الله عمر، هو منظم للمعارض وللبازارات المختلفة، عنده رؤية مختلفة أيضا، رؤية قد تكون جاذبة أيضا ومحفزة بالنسبة للشباب بالنسبة للمجتمع والمحيط. أهلا وسهلا يا وليد، صباح الخير. مرحبا بكم، صباح الخير. ونتمنى يعني دائما نشوف الناس في إبداع، ودائما نشوف الناس في أمل وتفاؤل، ودائما نشوف يعني حاجاتنا دائما تكون هي الأحسن يعني. بإذن الله أتمنى كده. وليد، ولمسة إبداع بديته كيف؟ والله هي طبعا فكرة جات عبر دالية ومجموعة من شابات يعني، فكانت فكرة إنه دار نعمل ودار ما دار نعمل الحاجة دي، ونحضر نطور شغلنا اليدوي، ونحن تلوم يعني بعد شوية الفكرة بدأت تتمخض وتجي. فنحن في اللحظة دي قلنا لهم يا أخي أنتم الموضوع ده تتبنوه كامل كمشروع، يعني نحن نعمل مشروع كامل، يعني مثلا أنه الموضوع ده ما تكون يكون عرض على شكل فردي، نحن نكون عرض جماعي يعني يبقى ثابت، يعني نبقى متخصصين في الموضوع ده. وأنا بتبنى لكم معي يعني أستاذ قاسم برضو، قاسم إبراهيم، فنحن متخصصين في التنظيم بتاع المعارض، متخصصين في كيفية ترويج الفكرة، في التسويق، في يعني دبلجة الأفكار، في إنه كيف تطور نفسك ذات، وكيف تعرض الحاجة بحكم علاقتنا بالسوق، يعني زول خبير يعني في السوق عموما يعني. فالحاجة بدت من هنا وعجبتهم الفكرة، فقالوا ليه لا يعني، واي نوت يعني، زول خلاص طالما لقى. طبعا الانسان لما توريه انه ما في سقف للطموح، طبعا هو ذاته بيشجع وبيلقى الناس اللي حوالينه. وكان معانا يعني زي ما قلت الاب الروح يعني مثلا استاذ عوض يعني ربنا يديله العافيه، فاحتضن الفكره في شكل فني وقدر يورينا ابعاده وهناي. فالموضوع كان عباره عن شنو؟ عن مجموعه افكار اتلمت قعدت في قالب واحد فبقت لمسة إبداع، تكونت الصورة دي. طيب نجي في جانب آخر، وأنت متخصص طبعا في عملية التنظيم بالنسبة للمعارض بالنسبة للبازارات المختلفة، كيف ممكن نقنع الشباب بتاعين الفكرة نفسهم في طرح هذه الفكرة بشكل منظم عشان نقنع بها الزائر أو المتلقي؟ أول حاجة هي جزئين يعني، في مشارك وفي زائر. المشارك داير مثلا ثلاثة حاجات. أول حاجة توريه قيمة الحاجة اللي هو بيسوي فيها هي شنو، وتوريه معدل يعني معدل أو يكون في نقد فني أو نقد يعني بيتعلق بالشغل بتاعه ممكن كيف يطوره. والحاجة الثالثة توريه أبعاد الموضوع الممكن يحصل لو هو روج للفكرة شنو. فهي على ثلاثة مراحل، فبتشوف في زول بيكون محتاج الثلاثة نقاط دي، في زول محتاج نقطتين، في زول محتاج حاجة واحدة مثلا، في زول متقن لعمله شديد وعارف يطوره بس ما عارف يروج كيف. فانت بتكون وسيط للثلاثة حاجات دي. فنحن بنشوف على حسب درجة الزول طبعا، وبنقوم نطرح ليه الفكرة. درجة الزول شنو؟ تقصد درجة الزول الفكرية درجة الزول من ناحية لا درجة حوجتك لثلاثة نقاط دي، يعني انت هل يعني مثلا ممكن يكون انت مثلا اول عمل لك لكن مثلا ما بتعرف تعرض مثلا في زول مثلا مثلا عنده مشكله في اختيار الالوان مثلا، او مثلا زول مثلا بيشتغل حاجه صغيره انت محتاج الحاجه دي تشتغلها بحجم اكبر مثلا، يعني التعليقات الفنيه دي. وفي زول اصلا ما عارف يعرض حاجته وين يعني مثلا، او مثلا وفي زول برضه محتاج كيف يروج سوقيا يعني انه يقنع الزبون انه يشتري الحاجه دي. برضه ده فن في التسويق مختلف برضه، فن مهم جدا الناس تتعامل به. طيب بالضبط. طيب شنو ابرز المشاكل اللي واجهتكم في لمسه ابداع، المشاكل التنظيميه تحديدا؟ والله التنظيميه اول حاجه ضيق الزمن، فدي حاولنا نفرغ اكبر جزء. كنت حاسس انه كيف تغلبتوا على موضوع ضيق الزمن؟ ضيق الزمن حاجات زي دي محتاجه زمن تتعامل بها رواق، لانها في النهايه حاجات فنيه. اي صح، لكن نحن كنا تيم شويه يعني انضغطنا، بدل الزول نفرين ينجزوا الحاجه اي زول حينجز حاجه براهو، دي واحد.
ثانيا بقينا نخصص زمن اكبر يعني. الحاجه والله كان على حساب راحتنا يعني بصراحه. فالزول اخذ من ساعات نومه حتى. ففي النهايه قالوا من طلب العلا سهر الليالي يعني. فاخذنا زمن اطول من يعني بنطول زمن اليوم بدل نحن ننتهي من حاجاتنا الساعه 6 بقت تنتهي الساعه 10 11 مرات. انا وقاسم بكون لحد 1 صباحا قاعدين لسه بنرتب ونعمل يعني. في حاجات زي دي ضيق الزمن يعني ضيق الفتره الزمنيه ضغطتنا في انه نستغل جزء اكبر من اليوم عشان نقدر شنو نعوض الساعات. في لو كان الموضوع ده اخذ دانا تاريخ اطول يعني. طيب وليد لمسه ابداع حيكون فيها اجانب وزوار حيجوا للمعارض وبرضه انت كان عندك شكل عام في شكل التنظيم صح. المختلف عشان يكون في جاذبيه. لكن السؤال من خلال الاعلام وتفاعل وسائط المختلفه طبعا الاعلام الجديد والاعلام التقليدي نعم. كيف المنظم ممكن يستفيد من هذه المواقع المختلفه والمحركات من اجل عكس الفكره وجذب المشاهد او المتلقي؟ عموما يعني الوسائل المتعدده دي حاجه كانت بالنسبة لنا هي كويسة وفي نفس اللحظة ممكن تكون بالنسبة لك نغمة عليك لو انت ما استغليتها صح. فيعني الحاجات دي تخصصية وفي ناس بيميلوا شديد للإعلان المرئي وفي ناس بيميلوا شديد للسوشيال ميديا مثلا. فنحن موزعين الحاجة دي على حسب أي زول مثلا قادر هنا يعني. نحن عشان ما هو الإبداع وين؟ الإبداع في أنه الموضوع ده نحن الحاجة دي ما زي شركة نحن جينا بمؤهلات لا جينا بهوايات وامكانيات دارنا نخليها مثلا حاجات بتاعت ابداع. فنحن اي زول بيشوف نفسه هو ماشي على ذات اتجاه ما زي زمان يعني مثلا احنا مشينا بشكل علمي شديد يعني خلطنا بين العلم والفن والحياه وده المطلوب في الحياه الزول عشان يقدر يواصل بنسق معروفه عشان يقدر يكمل في المشوار صح. ان شاء الله المشوار يمتد ونحن اكيد معاكم من اجل الدعم وتوصيل الافكار من خلال الاعلام. شاكرين جدا ومقدرين وليد عبد الله عمر منظم المعارض ومنظم ايضا البازارات المختلفه اللي فيها جذب كبير جدا بالنسبه للشباب. مقدرين يديكم العافيه وان شاء الله يعني نتمنى النجاح لكل الناس يعني في الحاجات دي ونتمنى انه الزول يلقى الفرصة دائما ونتمنى انه اي زول يا جماعة يعني دي نصيحة عامة للشباب يعني الزول ما يحاول يكتم امكانياته حتى لو انت ما عارف قيمة حاجتك وريها الناس. الناس حتوريك هي الحاجة دي تلقى منو اللي بيقدر يساعدك ايوه بتلقى اللي بيساعدك عشان ما تطور من مقدرتك. سعيدة جدا بك يا وليد شكرا جميلا. نتواصل معكم مشاهدينا عبر صباح الشروق خليكم دائما قراب لنا.